مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في تدبيرة مع مفيدة. تدبيرة اليوم سهلة 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 خلاص تاني، وكي نقول لكم سهلة يعني سهلة صح. وش هي؟ توفر التعب وتوفر الجهد. كاين اللي حاب البصل الجديد وتوم جديد، بالطريقة اللي راح ندير هنا يقعد جديد. اليوم راح نوريكم كيفاش تخزنوا البصل والثوم. على بالي على بالي كاين وقت الثوم يجي رخيص وكاين وقت يجي غالي بزاف، عليها لازم نخزنوا منه شوي على حسب الميزانيه، كل يا قليل. الثوم تعلقيه ينبت يبس. الطريقه اللي راح نوريها لك اليوم سهله خلاص، ما تطلب منك حتى وقت وراح توفر لك جهد كبير. نبداو ان شاء الله. واش عندنا؟ عندنا الملح، عندنا الثوم انا وجدته، وعندنا البصل كيف كيف انا وجدته، عندنا البلارات كما نقولوا حنا البلارات الزجاج، حنا في جيتنا نقولوا البلاره، وعندنا الزيت. نبداو بسم الله، نبداو بالثوم. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه انك هادو تكوني معقمتهم. كيفاش معقمتهم؟ يعني تغليهم يا لو كان دقيق فيهم في الماء والملح والخل، ومن بعد تنشفيهم مليح، تنحي الغطاء وتخليهم في الشمس، يعني تعقميها مليح وتكون ناشفه كما راكي تشوفي باش تقدري تحطي فيها على خاطر صحتكم بالدنيا. نبداو اول طريقه، ما نبداوش نحطوا الثوم ديريكت، نحطوا الزيت، غير شويه زيت في القاع، شويه تاع الملح لانها ماده حافظه، غير شويه، ونبداو نفرغوا الثوم تاعنا هنا بعد ما رحيناه. وكل واحده شحال كيف تحبوا، تحبوا مرحي مليح، تحبوا ترحيمه، الافضل الافضل يكون مرحي بهذه الطريقه. الله يبارك ريحته، الله يبارك، باش علاه يشد. الحاجه الاساسيه الاخرى لازم تخدمي بمغرف كيما هذه ناشفه، نطبع مليح باش ما يجيش الهواء بيناتهم هاك، طريقه صحيحه. وهذه هي هنا لاستيوس، طبيها مليح لازم يبقاش الهواء. ومن بعد نعاود نحط الزيت من الفوق، ثم نغطيه هكا، ورشه ماشي ملح، رشه تاع الملح هك، فوالا. نمسحوا الجوانب ها عنها، نغلقوها لازم الهواء ما يدخلش. هذه كي نقول لك تشد عام تشد عام كيما راه، بشرط واحد بشرط واحد، الوين النصيحه وين؟ انك تجبدي منها بمغرفه تكون ناشفه ماشي مشمخه وماشي حديد، تجبدي بمغرفه تاع اللوح لانه الحديد يتاكسد بزاف. مغرفه اللوح تجبدي منها وتعاودي تقفليها. وها هذا الثوم. نروحوا لطريقه ثانيه البصل اللي راهي كيف كيف نفس الحاجه، واحده البصل اني كي رحيته قطرته من الماء كيف كيف. نعاود نحط الزيت بعد ما عقمناها غير شويه في القاع، نحط البصل تاعنا هنا هاك تشوفي فيه ناشف، ايوا كيف كيف نضغط عليه كيما درنا للثوم باش ما يبقاش الهواء في النص. ولاحظتي حاجه اني ما درتش الملح مع الزيت، غير الثوم اللي ديروا له الملح. اها نمسحوه ونغطيه بالزيت من الفوق، حبر ما يتغطى، نغطيه كيف كيف. في الاستعمال نستعمله بمغرف ناشفه، عندنا الثوم وعندنا البصل تاعنا هنا. والعاده والعوايد، قبل ما نقول لكم صحه فطوركم نقول لكم حكمه اليوم. حكمه اليوم تقول قلب القدره على فمها تخرج الطفله لامها، يعني في شطاره يماها. ربي يحفظ الامهات كامل. وقبل ما نقول لكم صحه فطوركم وباي باي، نجيكم هنا ونقول لكم تهلاو في رواحكم ولا للتبذير. باي باي، غدوه بالكم.